العرض السكني المقدم لساكنة العالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمون من الفريق الاشتراكي لمعارضة الاتحادية، فليتفضل أحد النواب مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن نسائلكم السيدة الوزيرة عن العرض السكني داخل مجال القروي والجبلي. شكرا. شكرا سيد نائب، الجواب ديالكم السيدة الوزيرة محترمة. سيدة الرئيسة، شكرا سيد نائب. تعمل الوزارة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تقليص العجز السكني والحد من السكن الغير لائق خاصة بالعالم القروي. البرنامج تاع السكن الاجتماعي ديال 500 وحدة على الأقل الذي أعطيت انطلاقته في سنة 2010 من طرف صاحب الجلالة نصره الله، مكن من إنجاز 76800 وحدة بالعالم القروي. البرنامج السكن الاجتماعي ديال العالم القروي اللي كان لإنجاز ديال 100 وحدات اللي تعطات انطلاقة في 2019، مكننا من إنجاز 864 وحدة إلى غاية يونيو 2023، وهذا تيبين بأن الأهداف المسطرة من طرف الوزارة ما تحققتش وما وصلناش لذاك الطموح ديالنا في التجاوب مع الطلب ديال العالم القروي. وداك الشيء علاش هذا البرنامج الجديد ديال الدعم المباشر اللي داس مرسوم بتوجيهات صاحب الجلالة تعتمد على جوج الحوايج. أولا البناء الذاتي واللي هو تيتماشى مع الخصوصيات، لان حنا تنعرفوا العالم القروي ديال لي شقق ديال 50 متر بعيد كليا من الثقافه تاع العالم. شكرا لكم السيده النائبه. السيده الوزيره المحترمه، التعقيب ديالكم السيد النائب المحترم. كما جا في العرض ديال الجواب ديالكم السيده الوزيره، الثقافه ديال العالم القروي بعيده كل بعد عن شراء الشقه، وبالتالي نلاحظ أو يظهر جليا في العرض الحكومي في المجال القروي الجبلي شبه منعدم، وبالتالي حرمان هذه الفئة من الاستفادة من هذا البرنامج. نلاحظ أيضا غياب الدعم المباشر للسكن في المجال القروي والحضاري على حد سواء، حيث السيدة الوزيرة ديك الحصة المخصصة للدعم المباشر ديال 7 مليون و10 مليون كافية لبناء منزل في العالم القروي أو للإصلاح ديال واحد المنزل لآهل السقوط ومولا ما قدرش يصلحوا نظرا لتعقيدات المسطره ديال التعمير. ندعوكم السيده الوزيره للعمل بالجديه المطلوبه من اجل عداله مجاليه في عرض سكني مدعوم يراعي خصوصيات العالم القروي والجبلي من اجل تفادي الهجره الى المدن والضواحي ديالها ومحاربه السكن العشوائي، خصوصا في الظروف اللي تتعيشها بلادنا ديال الجفاف. ونلاحظ جليا بانه العالم القروي اليوم. نائب المحترم.